اخباركم ايه؟ معاكم مازن احمد من تيم فالكون. فيديو النهارده هنتكلم عن الالعاب الفري للاسبوع ده. خلينا ما نطولش ونخش على الفيديو على طول. لعبه وايلد ترو ليرن هي لعبه سيميليشن او محاكاه. اللعبه فكرتها هي عن تعلم الالات والشبكات العصبيه في البرمجه والتعامل مع البيانات الضخمه والذكاء الاصطناعي. اللعبه حلوه جدا لو حابب تتعلم البرمجه بطريقه سهله جدا ومبسطه، او لو انت عايز تزود معلوماتك عن اليه عمل الالات والذكاء الاصطناعي. اللعبه حجمها ما يتعداش 150 ميجا، متوفره على متجر ايبك جيمز من يوم 2 ديسمبر لحد يوم 9 ديسمبر. يلا الحق علشان اخر يوم تقدر تاخد اللعبه هو النهارده. تاني لعبة هي Prison Architect، هي لعبة بيلدينج او بناء. اللعبة فكرتها انك تبني سجنك الخاص اللي لازم يكون نظام الحراس عليه قوي جدا. لازم تحاول تمنع التجمعات بانك تبني زنازم بعيدة عن بعض علشان ما يحصلش شغب، ويكون في شوية نظام ترفيه للسجناء علشان ما ياكلوش في بعض، وتقدر تجيب اطباء نفس وعلماء علشان يساعدوك في تطوير السجن للاحسن. اللعبة هتكون موجودة على ايبك جيمز من يوم 9 ديسمبر لحد يوم 16 ديسمبر. Godfall هي لعبة third person shooter وفايتنج. تقدر تلعب اللعبة مع اصحابك. فكرة اللعبة هي انك بتمسك سيفك وتفضل تقتل في مجموعة من البوسس اللي ما بيخلصوش. اللعبة فكرتها انك تستعرض مهاراتك وقوتك بالسيوف. اول ما تفتح اللعبة هتتفرج على 2 كاتسين، وبعديها هتروح لبوابة المعبد وتعمل بعديها التوتوريال ويعلمك ازاي تستخدم الاسلحة وازاي تتحرك وتقتل الاعداء، وبعدها تقدر تعيش براحتك في العالم وربنا معاك في تجميع الايتيمز وتطوير الشخصية بتاعتك. اللعبة متاحة على متجر ايبك جيمز من يوم 9 ديسمبر لحد يوم 16 ديسمبر. اخر لعبه معانا هي لعبه انو 1404. الحمد لله اللعبه دي المره دي مش على ايبك جيمز، اللعبه على منصه يوبيسوفت. اللعبه عباره عن بناء وتفكير وانك تظبط اموالك الماليه وتبني قلعتك وتطور اقتصادك وتعلم شعبك الزراعه والصناعه وتبني سوق علشان يكون في تجاره على الجزيره بتاعتك. لعبه ممتعه جدا خاصه للناس اللي بيحبوا نظام العاب صلاح الدين والكلام ده. اللعبه من اصدار 2009 الا انها جامده جدا. اللعبه متاحه على متجر يوبيسوفت من يوم 6 ديسمبر لحد يوم 14 ديسمبر مجانا. دي كانت اخر لعبة مجانية للاسبوع ده. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وشير للفيديو علشان كل اللي تعرفهم يستفادوا. وكان معاكم مازن احمد من تيم فالكون، ونشوفكم فيديوهات تانية، ومع السلامة.